السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. اليوم إن شاء الله راح نبدي بالفصل الثاني، جمع الأعداد الكبيرة وطرحها، رياضيات الصف الخامس ابتدائي. عندنا هنا الاختبار القبلي صفحة 25. هنا عندنا جمع جدول القيم المكانية، نجمع الأعداد بجدول القيم المكانية، وهنا نطرح الأعداد بجدول القيم المكانية. أجد ناتج الجمع، هنا راح نجمع. هنا عندي هذا جدول القيم المكانية، الوحدات والألوف والملايين. العدد الأول هنا 4,690,742 زائد 2,743,067. هسه نجمع الأحاد ويا الأحاد، والعشرات ويا العشرات، والمئات ويا المئات، والأحاد الألوف ويا أحاد الألوف، عشرات الألوف ويا عشرات الألوف، مئات الألوف ويا مئات الألوف، وهنا عندنا الملايين. هسه نقول 2 زائد 7 9، هنا نخلي 9. 4 زائد 6 10، 4 زائد 6 10، 0 و1 إعادة تسمية على المئات. هسه نقول 1 زائد 7 8، زائد 0 8، 0 زائد 3 3، 9 زائد 4 13، 3 و1 إعادة تسمية. 1 زائد 6 7 زائد 7 14، 4 و1 إعادة تسمية. 1 زائد 4 5 زائد 2 7، الناتج 7,433,809. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هنا عندنا جمع عمودي، هنا كذلك نجمع الأحاد والأحاد والعشرات والعشرات والمئات والمئات وهكذا. عندنا العدد الأول 62,702، والعدد الثاني 19,860. نقول هنا 2 زائد 0 2، 0 زائد 6 6، 7 زائد 8 15، 5 و1 إعادة تسمية. 1 زائد 2 3 زائد 9 12، 2 و1 إعادة تسمية. 1 زائد 6 7 زائد 1 8، الناتج 82,562. النقطة الثالثة كذلك نجمع، نقول 4 زائد 6 10، 0 و1 إعادة تسمية. 1 زائد 0 1، وأربعة 5. 8 زائد 3 11، 1 و1 إعادة تسمية. 1 و3 4 و9 13، 3 و1 إعادة تسمية. 1 و1 2 زائد 9 11، 1 و1 إعادة تسمية. 1 زائد 3 4 زائد 4 8، ناتج 813,150. النقطة الرابعة كذلك نجمع، نقول 1 زائد 2 3، 0 زائد 1 1، 5 زائد 7، هنا نخلي 7 بقلبنا ونطلع 5 12، 2 و1 إعادة تسمية. 1 زائد 4 5 زائد 7 كذلك 12، 2 و1 إعادة تسمية. 1 زائد 3 4 زائد 8 12، 2 و1 إعادة تسمية. 1 زائد 1 2 زائد 0 2، 2 زائد 5 7، الناتج 7,222,213. هنا النقطة الخامسة، عندنا طرح جدول القيمة المكانية والعملية طرح. العدد الأول هو 8,617,314، العدد الثاني 5,640,962. نطرح، نقول 4 ناقص 2 2، 1 ناقص 6، ما يصير الواحد أصغر من 6، ناخذ من المئات، المئات هنا 3 راح يصير 2، وهنا الواحد يصير 11. هسه نقول 11 ناقص 6 5،
2 ناقص 9 ما يصير، 2 أصغر من 9 ناخذ من الآحاد الألوف هنا 7 راح تصير 6، والثنين تصير 12. هسه نقول 12 ناقص 9، نحسب من 9 ل 12 ورا 9 10 11 12 يعني 3. 6 ناقص 0 6، 1 ناقص 4 ما يصير، الواحد أصغر من الأربعة ناخذ من الستة، 6 تصير 5 والواحد يصير 11. هسه أقول 11 ناقص 4 7، 5 ناقص 6 ما يصير، الخمسة أصغر من الستة ناخذ من الملايين هنا 8 راح يصير 7 والخمسة تصير 15، 15 ناقص 6 9، 7 ناقص 5 2. الناتج 1,976,352. النقطة السادسة نانا كذلك طرح عمودي، نقول 2 ناقص 5 يصير ما يصير، ناخذ من الصفر، الصفر ما به ناخذ من السبعة هنا راح يصير 6 والصفر راح يصير 10، ناخذ من عند الآحاد العشرة راح يصير 9 والثنين يصير 12. هسه نقول 12 ناقص 5 7، 9 ناقص 0 9، 6 ناقص 8 ما يصير، 6 أصغر من 8 ناخذ من 2 2 يصير 1 والستة تصير 16، 16 ناقص 8 8، 1 ناقص 2 ما يصير، الواحد أصغر من 2 ناخذ من الستة، الستة راح تصير 5 والواحد يصير 11، 11 ناقص 2 9، 5 ناقص 1 4. الناتج 49,897. النقطة السابعة، لحظة، نقول 5 ناقص 6 ما يصير، الخمسة أصغر من الستة ناخذ من الثلاثة، ثلاثة راح يصير 2 والخمسة الخمسة يصير 15. هسه يقول 15 ناقص 6 نحسب من الستة ل 15 9، 2 ناقص 4 ما يصير، 2 أصغر من الأربعة ناخذ من الستة، الستة هنا راح تصير 5 والثنين تصير 12. هسه نقول 12 ناقص 4 نحسب من الأربعة ل 12 8، 5 ناقص 3 2، 1 ناقص 0 1، 1 ناقص 8 ما يصير، الواحد أصغر من 8 ناخذ من الخمس العفو من الثمانية 8 راح تصير 7 والواحد يصير 11. هسه يقول 11 ناقص 8 نحسب من 8 ل 11 3، 7 ناقص 4 3. الناتج هنا 331,289. النقطة الثامنة نقول 1 ناقص 2 ما يصير، الواحد أصغر من 2 فناخذ من السبعة، السبعة هنا راح تصير 6 والواحد يصير 11. هسه نقول 11 ناقص 2 9، 6 ناقص 6 0، 4 ناقص 5 ما يصير، الأربعة أصغر من الخمسة ناخذ من الخمسة يصير 4 والأربعة تصير 14. هسه 14 ناقص 5 نحسب من الخمسة للأربعة عشر ورا الخمسة 6 7 8 9 10 11 12 13 14 يعني 9. 4 ناقص 0 4، 9 ناقص 8 1، 2 ناقص 8 ما يصير، ناخذ من السبعة، السبعة راح تصير 6 والثنين تصير 12، 12 ناقص 8 نحسب من 8 ل 12 ورا 8 9 10 11 12 يعني 4. 6 ناقص 6 0، الناتج 414,909. أجد ناتج الطرح، هنا عندنا طرح أفقي بس للأسهل تسوونها على صفحة طرح عمودي. تاسعة راح نطرح طرح عمودي، العدد الأول 4,500,000 والعدد الثاني 1,066,022. هنا نقول صفر ناقص 2 ما يصير، الصفر أصغر من 2 ناخذ من العشرات، العشرات صفر ما بيها ناخذ من المئات، هنا 5 تصير 4 وهنا العشرات راح تصير 10، ناخذ من 1 يصير 9 وهنا الآحاد راح يصير 10. هسه أقول 10 ناقص 2 8، 9 ناقص 2 7، 4 ناقص 0 4، 0 ناقص 6 ما يصير، الصفر أصغر من 6 ناخذ من المرتبة الصفحة 0، 0 ما بيها ناخذ من الملايين، الملايين 4 راح تصير 3،
هنا هذه المرتبة 10 ناخذ من عندها 1 يصير 9، هذا الصفر صار 10 ناخذ من عنده 1 يصير 9، عندنا هنا الصفر راح يصير 10. هسه اقول 10 ناقص 6 4، 9 ناقص 6 3، 9 ناقص 0 9، 3 ناقص 2 1. هنا الناتج طلع 1,934,478. النقطة العاشرة كذلك نطرح طرح عمودي، العدد الأول 800,200 ناقص 350,079. نطرح نقول 0 ناقص 9 ما يصير، ناخذ من عشرات العشرات 0 ما بيها، ناخذ من المئات هنا 2 راح يصير 1، وهذا الصفر راح يصير 10، ناخذ من عنده 1 يصير 9، وهنا الصفر راح يصير 10، 10 ناقص 9 1، 9 ناقص 7 2، 1 ناقص 0 1، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 5 ما يصير، ناخذ من 8 8 يصير 7، والصفر يصير 10، 10 ناقص 5 5، 7 ناقص 3 4. الناتج 450,121. قدر ناتج الجمع أو الطرح بالتقريب لأقرب مليون، هنا محدد للتقريب لأقرب مليون. عندنا هنا العدد الأول اللي هو 5,124,620 زائد 1,721,490، نقرب العدد اللي أقرب مليون وبعدين نطلع ناتج الجمع. هنا النقطة 11 راح نقرب الأعداد إلى أقرب مليون وبعدين نجمعهم. من نريد نقرب إلى أقرب مليون نحدد مرتبة الملايين، أحد عشرات مئات، أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، هذا عندنا مرتبة الملايين وهذا عندنا مرتبة الملايين. نشوف العدد اللي قبلها هل هو من الأعداد الكريمة أم البخيلة. هنا واحد من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالخمسة تبقى كما هي، أصفر الأحاد والعشرات والمئات، أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، وهنا الخمسة تبقى كما هي. هنا عندنا واحد قبل سبعة، سبعة من الأعداد الكريمة التي تعطي، تنطي واحد، واحد واحد راح يصير اثنين، أصفر الأحاد والعشرات والمئات، أحاد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، هنا الملايين صارت اثنين. هسه أجمع العددين، صفر زائد صفر 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 صفر، هذه نجمعهم الصفارة تنزل. هسه أقول خمسة زائد اثنين سبعة، يعني الناتج هنا 7 ملايين. نقطة 12 هنا عندنا جمع، نقرب الأعداد إلى أقرب مليون بعدين نجمعهم. العدد الأول 727,713,166 زائد 61,106,821. نقرب العددين إلى أقرب مليون، نحدد مرتبة الملايين، أحد عشرات مئات، أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، هنا عندي أحد الملايين سبعة، هنا عندي أحد عشرات مئات، أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، أحد الملايين واحد. هنا سبعة، أشوف العدد اللي قبله، قبل سبعة من الأعداد الكريمة التي تعطي، تنطي واحد للسبعة، السبعة راح يصير ثمانية، السبعة يصير ثمانية، أصفر الأحاد والعشرات والمئات، أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، هنا السبعة راح يصير ثمانية، ونزل العدد اللي وراه ثنين، 28 مليون. هنا عندنا الواحد قبل واحد، واحد من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، ما تنطي واحد، فهنا الواحد يبقى كما هو، أصفر الأحاد والعشرات والمئات، أحاد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، هنا الواحد يبقى نفسه، ونزل العدد اللي وراء 61 مليون. هسه أجمع العددين، هنا صفر زائد صفر 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 صفر، أنزل الأصفار، أقول هنا ثمانية زائد واحد تسعة، اثنين زائد ستة ثمانية، الناتج 89 مليون تقريبا. نقطة 13 هنا عندي عملية طرح، نقرب العددين وبعدين نطرحهم. هنا العدد الأول 6,280,036 ناقص 1,530,081، هنا نكتب الأعداد ونقربهم إلى أقرب مليون. هنا هذين العددين نقربهم إلى أقرب مليون، نحدد مرتبة الملايين، هنا ستة وهنا عندنا اثنين، ستة هنا قبلها اثنين، اثنين من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالستة تبقى كما هي، أصفر الأحاد والعشرات والمئات، أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، هنا الستة تبقى كما هي. هنا عندنا اثنين قبلها خمسة، خمسة من الأعداد الكريمة التي تعطي، تنطو واحد للثنين، الثنين يصير ثلاثة، أصفر الأحاد والعشرات والمئات، أحد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، هنا اثنين صارت ثلاثة. هسه قربت الأعداد، راح هسه أنقص،
صفر ناقص صفر 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 صفر. أنزل الأصفار هسه أقول ستة ناقص ثلاثة ثلاثة، يعني ناتج هنا 3 ملايين تقريبا. نقطة 14 هنا عد العدد الأول 7,815,200 ناقص 1,408,900، نقرب العددين إلى أقرب مليون بعدين ننقصهم. هنا مرتبة الملايين 7، هنا مرتبة الملايين 2، 7 قبلها 8، 8 من الأعداد الكريمة التي تعطي، تنطو 1 للسبعة، 7 تصير 8، أصفر الأحاد والعشرات والمئات، أحاد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، هنا 7 تصير 8. هنا عندنا 2 قبلها 4، 4 من الأعداد البخيلة التي لا تعطي، فالثنية تبقى كما هي، أصفر الأحاد والعشرات والمئات، أحاد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف، وهنا الثنية تبقى نفسها. هسه أنقص هذين الأصفار ينزلن، وهنا نقول 8 ناقص 2 4، العفو 6، 8 ناقص 2 6، الناتج هنا 6 ملايين تقريبا. هنا عندنا أجد العدد المفقود في كل من ما يأتي، هنا نريد نطلع العدد المفقود. العدد المفقود هذا الموضوع الجملة المفتوحة والعدد المفقود أو العدد المجهول، من نريد نطلع العدد المجهول هنا راح نطرح إذا كانت عملية جمع وإذا كانت عملية طرح، في كل الحالتين إحنا راح نطرح، ومن نطرح طبعا نخلي العدد الأكبر بالبداية نطرح من عند العدد الثاني. بس أكو قاعدة شاذة، إذا كان العدد الأول هو المجهول والعملية طرح فقط في هذه الحالة راح نجمع، إلا كل الحالات إحنا راح نطرح. هسا هنا عندنا النقطة 15، هنا 30,000 زائد فراغ يساوينا 70,000. من نريد نطلع العدد المجهول راح نطرح، نطرح هنا 70,000 لأن هي الأكبر، نقول 70,000 ناقص 30,000. هذا هذه النقطة 15، هسا النقص نقول 70,000 ناقص 30,000 راح يطلع لنا العدد المفقود. هنا صفر ناقص صفر 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 صفر. هسا نقول 7 ناقص 3 4. هنا العدد المجهول أو العدد المفقود هو 40,000. النقطة 16، هنا عندي العدد 920,035 ناقص عدد مفقود يساوي 514,619. من نريد نطلع العدد المفقود نطرح، نطرح هنا من نريد نطرح، من نخلي العدد الأكبر، العدد الأول الأكبر بالطرح. هنا نشوف الآخر مرتبة 9 وهنا آخر مرتبة 5، 9 أكبر، فهذا العدد هو العدد الأكبر اللي راح نخليه هنا فوق. هنا 920,035 ناقص هنا 514,619. هسه النقص نقول 5 ناقص 9، ما يصير 5 أصغر من 9، ناخذ من 3، 3 راح يصير 2 وال5 يصير 15، 15 ناقص 9 6، 2 ناقص 1 1، صفر ناقص ستة ما يصير، ناخذ هنا من الصفر ما بي، ناخذ من الثنين، الثنين يصير واحد وهذا الصفر راح يصير عشرة، ناخذ من عنده واحد يصير تسعة وهذا الصفر راح يصير عشرة. هسه يقول عشرة ناقص ستة أربعة، تسعة ناقص أربعة خمسة، واحد ناقص واحد صفر، تسعة ناقص خمسة أربعة. الناتج هنا طلع لي 405,416، هذا هو العدد المفقود. وانتهى درسنا لهذا اليوم، ومع السلامة.